منذ لحظة وصول الحاج لمطار المدينة المنورة يتم استقباله من قبل ضباط البعثة وإنهاء إجراءات الوصول في ظل تعاون وتنسيق مع السلطات السعودية التي تسعى إلى توفير الراحة لضيوف الرحمن لأداء المناسك، مع توفير الحافلات التي تقلهم إلى أماكن إقامتهم، وما بين الوصول والإقامة أقل من نصف ساعة. ده في المطار الطريق الحلو، خرجنا بسرعة ما عدناش نص ساعة في المطار. نزلنا في مطار المدينة، كل يعني الشنطة دي أصلا ما شفناهاش أصلا إلا في الفندق. الفندق على بعد أمتار قليلة من الحرم النبوي، نظم القائمون عليه استقبالا خاصا لحجاج القرعة، فقد اختارت بعثة حج القرعة هذا الفندق واثنين آخرين لإقامة الحجاج بالمدينة المنورة حتى يتسنى لها تقديم أفضل خدمة لهم في مكان واحد، وعلشان يعني نقدر أن احنا نوفر لهم الخدمات المناسبة والملائمة ليهم من حيث العيادات من حيث الوعاظ. فأخذنا فنادق إسوة بمكة، فنادق كاملة للحجاج المصريين، وحضرتك لو شفت كده هتلاقي كله حجاج مصريين، مفيش أي جنسيات أخرى. الفندق مش عايز أقول لحضرتك، انا لما كنت في السياحي كنت بمشي حوالي من 10 لربع ساعه. انا بقول لحضرتك المكان اهو، وده مكان ايه اللي احنا بقى متميزين فيه، مكان السيدات 26 البوابه ديت، احنا بندخل بعد 7 دقائق بس. في كل مكان بنيجي بيستقبلونا احسن استقبال، واحنا بنشكرهم يعني بنشكرهم ونقول لهم جزاكم الله خير. من ناحيه الاقامه كويسه، ومن ناحيه المسكن كويس، ومن روح الحرم مشوار قريب مش بعيد علينا، والحمد لله الامور كويسه تمام يعني. دار الداخليه بصراحه عامله احلى وجب معانا والله. بين الحجاج انتشر ضباط بعثه حج القرعه مرتدين زيا موحدا للمره الاولى يميزهم، بهدف انهاء اجراءات التسكين والاقامه الخاصه بالحجاج لمنع عمليات الزحام، من خلال الاعتماد على نظام التسكين الالكتروني حيث يعرف الحاج وهو في الحافله غرفته التي يقصدها مباشره. التسكين السنه دي بيتم من خلال منظومه الكترونيه، بتبقى عن طريق منظومه تابلت وباركود. الحاج بنقرا الباركود بتاع الكارت التعريف الخاص بيه وبنحدد له رقم الغرفه بتاعته. عملية تسكين الباص اللي هو قوامه حوالي 45 ل 50 حج ما بتاخدش اكتر من 10 دقائق، الحج بيبقى عارف رقم غرفته وبينزل يتوجه لغرفته على طول. الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية وخلال تفقده لغرف إقامة الحجاج وجد رضاء تاما منهم عن الخدمة المقدمة لهم حتى اللحظة ودقة التنظيم. الحمد لله، بارك الله فيهم. ده ما تستحقوه. ده ما يستحقوا الحاج المصري. احنا صراحه خدمه غير عاديه، فبشكرهم كلهم فرد بفرد على اللي اتعامل معانا واللي لسه هيتعمل. هدف القائمين على بعثه حج القرعه ان يشعر الحاج برضاء تام عن الخدمه المقدمه له ومساعدته على اداء فريضته في سهوله ويسر على نحو يليق بالحاج المصري. بالفعل يشعر حجاج القرعة أن هناك جديدا في تنظيم حج هذا العام من قبل وزارة الداخلية، بخاصة هؤلاء الذين جاءوا إلى المدينة المنورة أولا من خلال فنادق كاملة مخصصة لهم وتيسيرات في الإقامة والإعاشة والانتقال للاستمتاع بجوار رسول الله. من المدينة المنورة عبد الله بركات للتلفزيون المصري.